فجأة تذهب لمقابلة أحد المبعدين لتتعرف على نوع آخر من الفراق، شكل مر لم تدركه ولن تتخيل صعوبته، يأخذك حيث اللقاء يقترب ولا مانع منه، ثم تجد نفسك بعيداً بلا سبب. أنت فلسطيني؟ إذن أنت وحدك فقط تعلم أنه لا سبب لأي وجع أو ظلم أو قهر أو فراق سوى محتلك الظالم. أما لو كنت عربياً فستشعر بلا جدال بهذا الوجع، لأن عروبتك كافية. سمعنا عن الفراق كثيراً، وشعبنا الفلسطيني عاشه مراراً ولا زال، تارة بفراق الروح والجسد شهيداً في سبيل الله، وأخرى فراقاً جائراً تظل الروح والجسد معلقتان به كالأسر في سجون الاحتلال. ولكن هناك شكل آخر سنتحدث عنه اليوم في قصتنا. للوهلة الأولى وأنت تنظر من بعيد ترى رجلاً وقوراً أكل الشيب شعر رأسه وهو بعيد عن وطنه وعائلته وأحبته. تنظر مرة أخرى ولكنك تقترب قليلاً فترى فرحة كبيرة باللقاء تخنقها عبرة تنزل من عينيه وهو يردد: ما اشتقت لشيء غير حضن أمي. اثنان وخمسون عاماً من الإبعاد القسري للفلسطيني أحمد خديش عن مسقط رأسه في مخيم بلاطة بمدينة نابلس كانت كفيلة لتغيير ملامحه كلها، ولكنها لم تغير شيئاً من حبه لوطنه وأرضه ومخيمه. ولد عام 1952، عاش صباه حتى أصبح شاباً بعمر 18 عاماً، وبعدها فجأة بقرار ظالم أبعد عن مخيمه 52 عاماً إلى الأردن، ولكنها إرادة الله الأقوى التي جمعته مع والدته فأطفأت نار شوقه قليلاً، ولكن بقي ألم في قلبه لعدم قدرته على رؤية والده أو حضور جنازته. أمنيته أن يعود لمخيمه عودة دائمة لا يحدها وقت ولا تتحكم بها سوى المشاعر، أن يجتمع مع أمه وإخوته وأخواته في بيت دافئ يعوضه عن سنوات غربته وعيشه وحيداً وسط أحبته وأصدقائه عزيزاً كريماً. صوت حزين متقطع مغاير لصوت الفرحة الأولى حينما استذكر مدة بقائه: أعطوني 6 أيام و7 ليالي وللأسف ما بتكفي حتى لصلة رحمي. كأي فلسطيني يحلم أن يزور القدس ويصلي في الأقصى، أن يتمشى في البلدات والمدن الفلسطينية، أن يشبع حنينه لوطنه، ولكنها عودة مؤقتة حتى يأذن الله أن تحرر فلسطين ويعود بلا دموع أو فراق.